ورجعنا لكم تاني مع موضوع مهم جدا اتسألت عليه كتير قوي. كلنا بندخل المكتبة بنلاقي رفوف كتير مليانة علب ألوان تحفة جدا، شكلها مغري جدا، بس نستعمل ايه ونشتري ايه وايه الفرق بينهم؟ هو ده اللي هقولكوا عليه النهاردة. ايه الفرق بين 3 أنواع من الألوان؟ الأكواريل الووتر كولر والجواش والأكريليك. كلهم بنستعمل فيهم المية ووسطهم المية، ولكن في فروق جامدة جدا واحنا بنستعملهم. يلا بينا دلوقتي نبتدي نعرف الفرق بينهم، نعمل مقارنة كده صغيرة، ويا رب اقدر اوضح لكم طريقة كل واحدة وتقدروا تستوحوا من الفيديو ده طرق تساعدكم في لوحتكم. أشكال العلب كتير ومكتوب عليها كلها ووتر كولر. هنحتاج ايه؟ هنحتاج ورق تقيل 350 جرام، وفرش ألوان مية، وكوبايتين مية. النوع ده من الألوان الأساس فيه المية، وواضح ده من اسمه الألوان المائية، يعني ما ينفعش نلون بيه والفرشة ناشفة كده ومنكوشة. لازم الفرشة تبقى فيها نسبة قليلة من المية، وما ينفعش برضو نعمل فيضان في علبة الألوان. عشان نبدأ نستخدم الألوان المائية لازم ندوبها بالمية بالراحة جدا من غير ما نعمل أي كحت في اللون، تكون الفرشة مبلولة زي ما قلنا، ونبدأ ندوب اللون في العلبة. كمية المية وكمية اللون هي اللي هتخلينا نحصل على درجات اللون اللي احنا عايزينها. لازم نكون عارفين ان الألوان المية شفافة كأننا بنبل الورقة بيها، مش بنغطي الورقة تماما، لان احنا زي ما قلنا الألوان المية شفافة. عشان نقدر نعمل لون نظيف شفاف لازم يكون عندنا كوباية مية نظيفة، وده نقدر نعمله بان احنا نجيب كوبايتين مية، مش كوباية واحدة، واحدة بنغسل فيها الفرش وبتكون دايما متوسخة، وبنرجع بعد كده ناخد مية من الكوباية النظيفة عشان نحطها على الورقة. الشفافية دي هي اللي بتسمح لنا نعمل افكتس وطرق رسم مختلفة. واحنا بنستعمل الألوان المائية لازم نراعي عنصر الوقت. الوقت من الحاجات المهمة جدا اللي بتنجح اللوحة او بتبوظها. معنى الكلام ده ايه؟ في حاجات نحتاج انها تنشف عشان نعمل طبقة تانية فوقيها، وفي حاجات بنحتاج ان احنا ندخل الالوان في بعضها وتكون سايحة ومتداخلة. عشان نعمل الوان متداخلة في بعضها ده لازم يتم بسرعة قبل ما اللون ينشف على الورقة. طول ما احنا محتاجين الالوان سايحة لازم نتأكد ان الورقة دايما مبلولة وما نسمح لهاش تنشف واحنا بنشتغل. يفضل دايما نبدأ تلوين الفواتح الأول في اللوحة، يعني بنلون الحاجات اللي لونها فاتح، وبعد كده بنغمق بالتدريج، وممكن نستعمل كل طبقة بعد ما الطبقة الأولانية تنشف. صعب تعديل أو تصليح أي ألوان بعد ما تنشف، عشان كده لازم نبقى حذرين في التلوين لتفادي الأخطاء. ممكن إضافة الألوان المائية على الألوان الجواش نحصل منها على درجات جديدة وبنقلل الشفافية شوية فيها. هنحتاج في الألوان الجواش برضو فرش ألوان مية وكوبايتين مية وورق تقيل، وكمان ممكن نضيف الورق الملون. قوام الألوان الجواش بيسمح لنا ان احنا نعمل لون تقيل بدون ادخال مية كتير او تخفيفه بالمية. وممكن كمان نخففه بالمية للحصول على شفافية شوية ونحصل على الدرجات المطلوبة. بالمقارنة مع الألوان المية مش لازم نبدأ بالفاتح، لا، ممكن نعمل الغامق الأول لأن الألوان زي ما احنا قلنا مش شفافة وبتغطي اللي تحتيها،
فعشان كده ممكن ندي درجات الغامقة زي ما احنا عايزين، وبعد كده ندي حاجات فاتحة فوقيها بعد ما تنشف فبتبان لأنها مش شفافة. في أي وقت بعد ما اللوحة تنشف ممكن إذابة اللون بالفرشة المبلولة لتغيير أو تصليح أي حاجة. حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها في الألوان الجواش، اللوحة بعد ما تنشف الألوان الغامقة بتفتح والفواتح بيغمق. الفرق بينها وبين الألوان الأكريليك إن الجواش مط مش بيلمع وبيدوب بعد ما ينشف، لكن الأكريليك ألوان لامعة وما بتدوبش بعد ما تنشف. نيجي بقى لليفل الوحش وهو الألوان الأكريليك، دي أكتر خامة أنا بحبها شخصيا، بتيجي في أنابيب كبيرة أو برطمانات وغالبا أرخص من النوعين السابقين. نحتاج في الألوان الأكريليك الفرش، مية، وهنلون على أي سطح توال أو ورق أو أي خامة تانية. نقدر نستعمل الألوان الأكريليك من الغامق للفاتح أو من الفاتح للغامق زي الجواش، لأنه هو مش شفاف في حالته العادية وممكن تخفيفه بالمية. الأكريليك ممتاز لعمل سطح خشن بسمك اللون، وممكن واحنا بنلون نحط طبقة سميكة من اللون يكون بارزة وبتعمل زي ملامس على سطح اللون. نقدر نخفف الالوان الاكريليك بالمية عادي، لكن بمجرد ما تنشف بيبقى عاملة زي الووتر بروف زي البلاستيك. وعشان الالوان الاكريليك بتنشف ما بتدوبش تاني، نراعي ان احنا نغطي الباليتا او نستعمل برطمانات صغيرة او علب بلاستيك صغيرة بغطاء موجودة في المكتبات كلها. الاكريليك الوان تحفة جدا في اللوحات اللي عايزين فيها سمك لون، واللوحات اللي شبه اللوحات الزيت، لكن اسهل في الاستخدام لانها بتنشف بسرعة. ونطلع من قصة الروايح بتاعت الالوان الزيت والترابنتينا وزيت الرسم. وبكده نكون خلصنا المقارنة الصغيرة اللي عملناها عن التلات انواع من الالوان اللي اتكلمنا عليهم النهاردة، ويا رب اكون قدرت اوضح لكم الفرق بينهم. مستنية ارائكم وكومنتاتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم الفيديو الجاي.